ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 8 نوفمبر لعام 2022. مبدئيا ما زال القمر موجود ببرج السور، وده اللي فيدل على ان الحظ وفير جدا جدا للابراج الترابيه. مبدئيا كمان احنا عندنا يوم المفروض ان هيبقى فيه ابراج عندها حظ كتير وفير لانها بتخرج بره طاقه معاكسه، وفي ابراج هيكون عندها تحذيرات زي برج الجوزاء. طيب خلينا ان احنا نتكلم على توقعات كل برج على حد عشان نقدر نفهم شكل اليوم لكل برج عامل ازاي. نبدا ببرج الحمل. برج الحمل اليوم بالنسبه لك هو يوم يعني اقدر اقول ان هو لطيف جدا جدا من حيث التعاملات الماليه. هيكون عندك قرارات ليها علاقه بشان مالي، قرارات هتكون صحيحه ليها علاقه بانها تعلي من شانك او ان هي يبقى فيها خطوات ناجحه تنجحك، يعني تسعى الى مشروع او مشوار او اجراء متعلق بتعامل مالي فيبقى فيه نتيجه ايجابيه او انتصار او في شيء جيد ليك. النقطه الثانيه ان هيكون بالنسبه لنا في حسابات ماليه، كانك بتحسب حاجه، بتناقش مصاريف، بتناقش تعاملات ماليه، ليك فلوس عند حد بترجع لك. على فكره يوم بالنسبه لك حلو قوي، مميز جدا من الشأن المالي. كمان يوم حلو قوي قوي في لو انتوا عندكم حاجه ليها علاقه مثلا كممتلكات او مثلا شغل استثمار او الحاجات اللي زي كده، فيكون فيها سعر مضاعف، فيها ايجابيه، تمام؟ يعني في مكسب لينا بشكل كتير قوي يا برج الحمل. اذا ده برج الحمل. اما بالنسبه لي برج الثور، برج الثور القمر موجود عندك، وده اللي فيدل على دعم كتير قوي. بالنسبه لنا عندنا يوم لطيف كتير، في اشخاص هيدعمونا، في اشخاص هيقفوا معانا جدا، في ان احنا نبقى قادرين ان احنا نحقق مكاسب جيده. بالنسبه لنا هيكون يوم مميز كتير، يوم رائع قوي ان احنا نتخذ خطوات، ان احنا نتحرك في شان مهني، في شان خطوات، في تصليح علاقات. اليوم بالنسبة لك حلو جدا جدا، علينا ان احنا ما نفوتش يوم زي ده. النقطة التانية ان يوم هيكون بالنسبة لك لذيذ كتير، في ان انتوا لو عايزين تعملوا مشاريع خاصة او اجراءات خاصة يوم قادرين فيه على التعويض، فيوم حلو، يوم حلو جدا. اما برج الجوزاء، برج الجوزاء اليوم بالنسبة لك هتاخد بالك شوية من المشاكل المتعلقة بيه، عداءات، او ان انا اكون عندي انتقاديه او حديه في التعامل مع اشخاص، احاول على قد ما اقدر ان انا ما اثيرش الانتباه ليا، يعني ما تثيروش الانتباه ليكم بشكل عنيف، حاولوا كتير ما تبقوش شغالين على استفزاز الاخرين، لان برج الجوزاء انت ممكن تبقى عندك فكره ان انت استفز اللي قدامي، اضايق اللي قدامي، فخلي بالكم كتير من حاجه زي كده يا برج الجوزاء، لا عايزين نتعامل بهدوء جدا. النقطه الثانيه ان يا برج الجوزاء حاولوا كتير ان لو في مشاكل متعلقه باموال وممتلكات والجو اللي ليه علاقه بيه، ان في اشخاص بيعترضوا الطرق بالنسبه لكم، حاولوا كتير ان انتوا تتجاهلوهم، وبرضه بصوا لاهدافكم، لكن ما تدخلوش معاهم في نقاشات ولا جدل ولا خلاف ولا ان انا ادخل في حاله عصيبه، لان ده هياخرك انت، يعني ده هيشغل بالك، واحنا مش عايزين حاجه تشغل بالنا، لا احنا عايزين نركز في نفسنا احنا وبس يا برج الجوزاء. فده بالنسبه لبرج الجوزاء. اما برج السرطان، برج السرطان اليوم بالنسبه لك لذيذ جدا، وعليك انك تستغل اليوم بقدر كتير قوي قوي. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تستغلوا اليوم في ان انتوا تخلصوا مشاوير واجراءات وتعاملات. اليوم في طاقه بالنسبه لكم، هتحسوا ان انتوا عندكم طاقه اكتر، عندكم اجواء حلوه كتير ان انتوا تخلصوا مشاوير واجراءات وتعملوا تصليح لعلاقات. اليوم حلو قوي لتناغم الفرص، اليوم حلو جدا للارتباط بالصداقات او الاصدقاء، يعني ان احنا نقرب من اصحابنا، نقرب من الناس اللي حوالينا، نصلح علاقات، يبقى في ود، في تقارب، في زيارات. الاجواء بالنسبه لنا لطيفه جدا جدا ان يتم اتصالات ما بيننا وما بين اشخاص او تواصلات. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان انا عليا ان انا اخلص كل المشاوير المتعلقه بالثلاث ايام اللي جايين، هم يومين ونص يعني، لان نهار يوم 9 هيبقى ايجابي لكن الباقي اليوم مش الطف حاجه. فبرج السرطان حاولوا كتير ان انتوا تخلصوا مشاوير واجراءاتكم وتعاملاتكم وكل اللي وراكم اللي ممكن يكون موجود يوم 9 او 10 او 11 بالاخص، اخلصهم يوم 8، انجز المهام اللي ورايا، فده مطلوب جدا جدا. اما بقى بالنسبه لبرج الاسد، برج الاسد اليوم بالنسبه لك هيكون فيه كتير من التقل، يعني في امور تقيله متعلقه بعقود، متعلقه باوراق، متعلقه بامور قانونيه وامور قضائيه. في بالنسبه لك هيكون جدل شويه على اموال وممتلكات او ميراث، على حسبه ماليه، في امور تخص ممكن يكون حد بيجادلك، يعني انت بتجادل حد وحد بيجادلك، وفي نقاشات حاده في التعامل اللي ليه علاقه باوراق او عقود او التزامات. بالنسبه لك كمان هيكون عندك مجاريات لامور تخص انتقال،
بالنسبه لك بتخلص اوراق عشان سفر، بتجهز اوراق عشان مش عارف ايه، انتقال سكني، في عندك تحضيرات للامور اللي زي كده، وكلها بتكون نوعا ما ثقيله، يعني فيها متطلبات متزايده، فيها مشاوير، اجراءات، فكر متزايد، قله نوم بسبب المشاوير والاجراءات دي. فاذا هي او هو يوم هيبقى ثقيل نوعا ما، لكن برج الاسد هيكون قده جدا. فده بالنسبه لي برج الاسد. اما برج العذراء، برج العذراء اليوم بالنسبه لك لطيف جدا جدا، طبعا القمر بالمنزل التاسع، فهيكون عندنا الاحساس بتاعنا عالي قوي. خلي بالك كتير، دايما احساسك هيكون صادق. بطبيعه برج العذراء ان لما يجي يقول لك انا حاسس حاجه يبقى لازم اصدقك، يبقى لازم اصدق. برج العذراء دايما احساسك بيكون صادق، لكن انت اليوم ده بالنسبه لك مهم قوي في روحانياتك، لان انت اولا قادر على التخاطر جدا، قادر على ان انت تعمل طاقه جذب لحاجه معينه انت عايزها، او شخص انت عايز انه يكلمك، او شخص انت عايزه ان هو يكلمك او يتواصل معاك. فاذا هو وقت حلو كتير للتخاطر، وقت حلو كتير لطاقه الجذب. النقطه الثانيه، احلامك هتكون قد ايه حقيقه او ليها علاقه وارتباط بالواقع جدا، لانها دلاله واشاره مهمه. النقطه اللي بعد كده، احساسك عالي، عندك مصداقيه في احساسك، لما تحس ان فلان كويس او فلان مش كويس، لما تحس ان في حاجه هتحصل او حاجه مش هتحصل. خلي بالك كتير لما تحس مثلا انت رايح الشغل بتاعك وحاسس ان انا في حاجه هتحصل مش الطف شيء، ما تروحش مهما حصل، ما تروحش. احساسك اذا دلك على شيء صدق احساسك احسن ما تصدق بني ادمين. عارفين دي مقوله دايما اقولها، انا اصدق احساسي وما اصدقش انسان ابدا. برج العذراء صدق احساسك كتير لان روحانياتك عاليه، ويوم حلو قوي ان انتوا لو عايزين تتخذوا مشاوير او اجراءات او تعاملات، بس اذا احساسك قالك ان المشوار ده او المشروع ده او الاجراء ده حلو كمل، مش حلو تراجع. اما بقى بالنسبه لي برج الميزان، برج الميزان ما زلت بتخرج من طاقه المعاكسه الى الهدوء، الى الاستقرار، الى البدايات الجيده. عندك كتير من الاجواء اللي ليها علاقه باستقرار، خاصه استقرار مهني، فهيكون في استقرار مهني، في كتير استقرار متعلق باجراءات، مشاوير، تعاملات. اهم حاجه كمان ان اليوم بالنسبه لك هيكون في ان انت يا اما في مكسب مالي، يا اما في كلام على امور ماليه، كلام على امور ماليه، وانت بتحاول تخلي الامور مستقره، بتحاول كانك كده عارف المثل اللي بيقول اقطع عرق وسيح دمه. فانت عايز تقفل على موضوع تماما، في موضوع جدلي يخص امور مهنيه او امور ماليه، الموضوع ده فيه جدل كتير، فانتوا عايزين تقفلوا بوابه الموضوع ده، هيكون هو اليوم. اليوم ده هو اللي هيكون فيه ان انت بتقفل موضوع، مش عايز حد يتكلم فيه تاني، موضوع مالي، موضوع مش عارفه ايه، ده قرار، فعندك قرار بيتخذ جدا جدا. ده جزئيه، زائد كمان ان هيكون عندك ان انت عايز تعمل استقرار مهني، يعني بتشتغل بصوره افضل واحسن. اما برج العقرب، برج العقرب اليوم بالنسبه لك هيكون مدعوم كتير من اشخاص، في اشخاص كتير هيكونوا داعمين لينا، في عندك حد بيخلص لك اوراق، بيخلص لك مصلحه، بيخلص لك اجراء معين، ففي عندك اشخاص هيكونوا بالفعل عايزين ان هم يوصلوك لمكانه متميزه، عايزينك افضل، بينصحوك نصيحه ايجابيه، انت ذاتك قادر على دعم نفسك جدا يا برج العقرب. يوم حلو، يوم لطيف قوي، حاولوا كتير ان انتوا تستغلوه وتستغلوا الفرص المقدمه لكم. اما بقى بالنسبه لاصحاب برج القوس، برج القوس بالنسبه لينا احنا عندنا يوم هيكون كتير في حذر، الحذر المتعلق بايه؟ متعلق بالصحه، خاصه ان انت ما زال عندك بعض المعلومات التي تثور ليها، يعني في معلومات ممكن تضايقك، في حاجه ممكن تسمعها اللي هو بجد اللي هو مش عارف يعني تتفاجئ ليها، ممكن تتفاجئ ان في شخص تلاعب من وراك او عمل اخذ قرار من وراك، في عندك ده وجدا كمان. يعني اذا ده بالنسبه لي اصحاب برج القوس، فاذا برج القوس عندنا اشخاص هيكونوا في نوعا ما من التلاعب، في اشخاص هيصل ليك او عنهم معلومات، تبدا ان انت تتضايق من المعلومات اللي انت حصلت عليها دي. فده بالنسبه لاصحاب برج القوس، برج القوس حاولوا كتير تكونوا هاديين، لان ده هياثر على الصحه النفسيه، وبالتالي الصحه النفسيه تؤثر جدا على الصحه الجسديه، فلازم تكونوا حذرين قوي. ممكن يكون بالنسبه لك حد من المقربين ليك بيعاني من مشكله صحيه، جدا، ده بالنسبه لي برج القوس. اما بالنسبه لي برج الجدي، برج الجدي اليوم بالنسبه لك هو هيكون يوم فيه نسبه مواليد حلوه، اخبار ساره متعلقه باولاد، بمعنى يوم بالنسبه لك ممكن يكون في مولود، يعني تعرف ان هيبقى عندك مولود يعني، او ان هيكون في مواليد، يعني متعلق الامر باولادك، او في حاجه ليها علاقه باولادك، ممكن يكون حاجه
فرح لاولادك، زواج لاولادنا، خطوبه لاولادنا، مواليد لاولادنا، نجاح اولادنا، في شيء يخص اولادك جدا جدا. كمان هيكون يوم فيه تحضير لبدايه، بدايه عاطفيه، بدايه ليها علاقه بمشروع او اجراء معين. فاذا يوم للبدايات هو هيكون مميز كتير في اخبار تخص بدايات او تخص مواليد او اولاد، ووقت حلو قوي للترابط اكثر ما بيننا وما بين الاولاد او الاب والام او احد الاخوات. فاذا وقت حلو اللم الشمل والترابط والعلاقات الطيبه. ده بالنسبه لبرج الجدي. اما برج الدلو، برج الدلو هيكون بالنسبه لك الوضع العائلي فيه جدل شويه، ممكن يكون في متطلبات عائليه، ممكن يكون عارف فكره ايه، ان حد بيستلف منك حاجه، حد بيحاول ان هو يتكلم معاك في حاجه عشان تقف جنبه، في عندك ده. كمان هيكون في تعاملات عائليه كثيره، اجراءات عائليه، تعاملات عائليه، كانك شايل هم حد من اطراف عائليه وعايز ان انت تساعده او تقف معاه او ان انت عايز له الافضل والاحسن، بس ممكن يكون الشخص ده اختياره خاطئ فانت خايف على حد من الاهل. ده بالنسبه لي برج الدلو. اما بالنسبه لي برج الحوت، برج الحوت اليوم هيكون فيه ود، علاقات، ترابط، تواصل، بتقدر ان انت تصل الى اهدافك بشكل كتير سلس. بالنسبه لك عندك ترابط اكتر ما بينك وما بين الاصحاب او الاصدقاء، فتره او يوم بالنسبه لك هيبقى حلو كتير لتصليح العلاقات، يوم حلو قوي قوي في الامور العاطفيه، للترابط اكتر، لان احنا نتكلم مع الحبيب، في ان احنا نصلح علاقتنا، في ان احنا نتودد اكتر، في خطوات تكون مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين. ده بالنسبه لي كل الابراج، بتمنى لكم يوم لذيذ، ما تنسوش لايك وشير الاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.